السؤال الذي بعده يقول: أعطاني شخص مبلغا وقال لي اشتري لي أو اشتري 30 بطانية وخذ لك 3 بطانيات، هل لو أخذت ثمن البطانيات الثلاثة مالا يكون علي وزر؟ هذه مسألة مهمة جدا. طبعا أموال الزكاة إذا كان هذا مال الزكاة لا يجوز شراء أي شيء به، مال الزكاة يوزع نقدا، لأن احنا قلنا إخراج الزكاة عروضا لا يجوز إلا بشرطين: أن يكون المزكي يعمل في هذا الشيء، يعني يعمل البطاطين عنده مصنع أو عنده أحذية، مصنع أحذية. والشرط الثاني أن يحتاج الفقير لذلك، يعني الفقير جاء قال أنا عايز بطانيتين، يديه ويكتبها من إيه؟ من الزكاة، يكتب ثمن البطانيتين من الزكاة. لكن لا يجوز لأحد أنه يأخذ أموال الزكاة ويشتري بها بطاطين ويوزعها، هذا لا يصح. ففي المسألة دي طبعا ده تصحيح للسؤال، لكن إذا كانت البطاطين دي على سبيل الصدقة، يعني واحد هيوزع على الفقراء صدقة والوكيل فقير، فصاحب المال قال له خذ لك 3 بطاطين، فهو لو أخذ ثمن الثلاثة لا شيء عليه، لأن هو حر خلاص، هو أصبح إيه؟ مالكا للثلاثة، سواء أخذها أو أخذ بدلها كل ذلك جائز، هو حر لا وزر عليه، يعني إن أخذ ثمن الثلاثة البطاطين. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.